بس دريت بدي ارجع على مرحله الشباب حامل شهاده الكيمياء، انه كيف انا كيمياء واستاذ محاضر بالجامعه بدي اروح على التمثيل؟ لك يا قلبي، هلا في مبنى في داخل الجامعه اسمه الجامعه السوريه، كان لانه الجامعه الوحيده، هلا اسمها جامعه دمشق. في مبنى بحديقتها، هذا بنادي للطلاب او النشاطات الطلابيه. كنت واقف عند الشباك اسمع زميل الي من كلية الطب عم يدق على البيانو، وقف اضحك ابكي، انا وعم بسمعه حسيته الفارابي بعزفه على البيانو. علما انه بيعزف على السمع بدون نوت. حبيت الموسيقى، تسللت للغرفة تبع البيانو، اقعد طنطن عليه. انتسبت بعدين لفرقة الجامعة للموسيقى، دق على الطبل. كنت تدق على الطبل وبيانو يعني؟ في هو على الطبل اخذ جائزة الاولى بمهرجان شباب الجامعات بمصر بال 58 ب 59.